Papa de Watsonala. Papa de Watsonala. إذن التعبير يعني آتي بجوارب أبيك. Apporte-moi les chaussettes de papa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من هنا من قناة جوكمنيك تي في إلى كافة المحبين وكذلك المتتبعين الكرام. إذن أقدم لكم الجديد حول التحدث باللغة الصينية بسهولة. هيا بنا نتعرف على الفيديو هذا اليوم. إذا نستمر في تدريس اللغة الصينية لكافة أناس المهتمين لكي نتحدث بها بشكل جيد مع الصينيين. إذا الغاية من هذا الفيديو هو تعلم اللغة الصينية بدون حاجة إلى اختصاص. إذا كحب اللغة تعلم اللغات. إذا أذكركم بالقواعد السابقة. إذا هناك أربع إيقاعات صوتية متميزة في اللغة الصينية من بينها مرتفع ومنخفض إلى آخر. يمكن هناك مرتفع ومنخفض وتصاعدي وتنازلي. أذكركم بهذه الإيقاعات. أ هذا بشكل عادي. أ أ تصاعدي. أ كيف ما لاحظتوا منخفض. آ بشكل قوي. إذا تنازل. أمثلة على ذلك بعض الكلمات: ماما، بابا، نا، مانشان، مانشان. معناها تو دو سويت، معناها بسرعة. إذا هناك بعض التعبير، مثلا السلام عليكم سيدتي، بونجور مدام. هيا خاو هيا خاو. الساعة الثامنة أو التاخ باتيان باتيان. الساعة الثامنة والنصف باتيان بان باتيان بان باتيان بان. أعيد معي. أي خاو أي خاو. باتيان 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 بان باتيان بان. جيد، انتبهوا معي هذا التعبير. بابا دو واتسونالا. بابا دو واتسونالا. بابا دو واتسونالا. إذن التعبير يعني آتي بجوارب أبيك. أبورتمون لي شوسيت دو بابا. إذن القراءة بشكل بطيء. با با بابا بابا دي و س نا لا. با بابا دي و س نا لا. با بابا دي و س نا لا. أقدم لكم التعبير الثاني. شا فا شان شا فا شان. معنى على الأريكة. أي مع شان. أي مع شان معنى موافق حالا. أي مع شان. ماما كيني ماما كيني كيني. أمسك أمسكي. خد خدي. ماما كيني. في نهاية الفيديو سوف أقترح عليكم واحد الملاحظة مهمة فيما يتعلق بمقاطع الصينية أو ما يسمى بإنسلاو شينواز. يتكون هذا المقطع الصيني من ثلاث أشياء مهمة. أولا الإنسيال الفينال وليطو. إذا الحروف التي تكون في البداية هذوك تسمو لي زينيسيال، في الآخر تسمو لي فينال. مثال شين مو يون ين مو خان. شين مو ين مو خان. إذا لي زينيسيال شين مو لي فينال يان مو خان. بالنسبة لي طون خاص نعرفو بأن كاين هناك أربع إيقاعات والكلمة تختلف على الكلمة الأخرى بالإيقاع. مثلا كاين فرق واضح ما بين ما وما، وكل كلمة تتحمل واحد المعنى.
لا داعي لتطرق لها في هذا الفيديو، سوف نتطرق إن شاء الله في الفيديو القادم إذا كان ممكنا. إذا ليتون، إذا الإيقاعات، هناك أربعة: مونتون، ديسوندون، هوئبة، معنى تصاعدي، تنازلي كما تعرفون سابقا، عالي ومنخفض. آ آ آ آ إذا هناك اختلاف بين إيقاع، وكذلك حتمي يكون اختلاف بين معاني. إذا نشكركم على حسن التتبع، وإلى لقاء آخر في فيديو لكي نتحدث باللغة الصينية بشكل جيد. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.